موجز الأنباء من البوابة نيوز، أهلا بكم. قالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها إن أرباح الشركات المصرية زادت إلى مستويات قياسية بعد 3 سنوات من تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وأضاف التقرير أن معدل التضخم وصل إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة تزامنا مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 45 مليار دولار. هذا وأشاد التقرير بمعدلات النمو الاقتصادية لعام 2019 التي تقترب من 6%، وبما حققه الجنيه كأفضل أداء سنوي له منذ عام 1999. أفادت وكالة رويترز للأنباء ارتفاع حصيلة القتلى في مدينة الناصرية خلال صدامات بين قوات الشرطة والمحتجين إلى 13 شخصا، فيما أصيب 75 آخرون. وأضافت الوكالة أن محتجين قاموا بإحراق مقر مهمات القوات الخاصة في محافظة ذي قار اعتراضا منهم على فرض حظر التجوال. وفي سياق متصل، أعلن الجيش العراقي اليوم عن تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات العراقية. هذا ويطالب المحتجون بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الإيرانية في بيان لها اليوم بالتستر المتعمد على أعداد القتلى والمعتقلين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف الشهر الجاري. وأشار البيان إلى أن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين لا يقل عن 140 شخصا، إضافة إلى 7000 معتقل. من جانبها، هددت الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات جديدة ضد طهران بسبب ما وصفته بحملة القمع العنيفة التي قام بها النظام ضد المتظاهرين. ورياضيا، حسمت 8 أندية أوروبية تأهلها للدور الثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. البداية كانت في الجولة 4 بتأهل باريس سان جيرمان من المجموعة الأولى، وبايرن ميونخ من المجموعة الثانية، ويوفنتوس من المجموعة الرابعة، قبل أن ينضم ريال مدريد من المجموعة الأولى، وتوتنهام من المجموعة الثانية، وبرشلونة من المجموعة السادسة، ومانشستر سيتي من المجموعة الثالثة، واليازبيج من المجموعة السابعة. ومن المنتظر اكتمال المجموعة بعد انتهاء مباريات الجولة 16 والأخيرة من مرحلة المجموعات، والتي تقام يومي 10 و11 من ديسمبر المقبل. وأخيرا، ما زالت واقعة سرقة متحف دريسدن غرين فاولت في ألمانيا تخيم بظلالها المأساوية على الشارع الألماني، بعدما قام لصوص بنهب المتحف الشهير الذي يضم كنوزا ومجوهرات تقارب المليار يورو، وذلك وفق ما نقلت الأسوشيتد بريس. هذا وأظهرت كاميرات المراقبة استخدام اللصوص فأسا لكثر النافذة ودخول المتحف الذي لم يكن مؤمنا بشكل كاف. يذكر أن متحف دريسدن هو أقدم المتاحف في العالم. نهاية الموجز، دمتم في حفظ الله وأمنه.